في مسج تانية بتقول أنا حلمت إنه بنتين إخوات مع بعض وأخوهم معاهم جابولي الدبل وقلم وبتقولي خدي اكتبي لنا عليها اسم خطيبتنا. يعني ايه اتنين مخطوبين جابوا لها الدبل وقالوا لها خدي اكتبي علينا اسم اسامينا يعني. اساميهم. وحش عشان الدبل برضه. والكتابه انت نسيتي كتابه؟ كتابة ده لو هي تعرفهم أيوة. بالفعل ما تنبههم هتبقى في مشكله في ارتباطهم. ما يعني ما يرتبطوش؟ لا لا لو هم بيسمعوا كلامها لا. لكن لو غرب بقى هي المشكله عندها بقى. هي هيجي حد هيبقى مصدر تعب ملاوع زي ما اتفقنا ان الكتابه والقرايه كلها ملاوعات وكذب فانتبهي ليها.